أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم في موجز الاتحاد لأهم الأخبار. ضمن جهود دولة الإمارات في دعم متطلبات القطاع الصحي في غزة، أعلنت عملية الفارس الشام 3 الإنسانية عن تسليم 10 سيارات إسعاف مجهزة بجميع المعدات. وتأتي هذه المبادرة نتيجة الحاجة الماسة لسيارات الإسعاف بعد تضرر معظم السيارات العاملة في القطاع لنقل الجرحى والمصابين من سكان غزة. وستخدم هذه السيارات العديد من المنشآت الصحية للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين ودعم المنظومة الصحية في قطاع غزة التي تواجه ظروفا استثنائية حرجة. كما زار وفد طبي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر المستشفى الميداني الإماراتي المتكامل في غزة للإطلاع على الخدمات العلاجية المقدمة لسكان القطاع. ويواصل المستشفى جهود الحثيثة للتخفيف من معاناة الأشقاء الفلسطينيين، ويتولى فريق طبي إماراتي الإشراف على المستشفى الذي تبلغ سعته أكثر من 150 سريرا في إطار عملية الفارس الشهم 3 لتقديم المساعدة الإنسانية إلى سكان غزة. أطلق برنامج خليفة للتمكين أقدر بالتعاون مع الشركاء فعاليات موسعة بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن تحت شعار كن آمنا رقميا، بهدف تعزيز الاستخدام الآمن والإيجابي للتكنولوجيا الرقمية ونشر الوعي الرقمي ضمن الجهود الوطنية لدعم مفاهيم جودة الحياة الرقمية. وتتضمن الفعاليات التي تقام في شهر فبراير من كل عام إطلاق مبادرات نوعية وجلسات افتراضية ومحاضرات وورش عمل متخصصة ومسابقات ثقافية وسلسلة مواد للتوعية الإعلامية بعدة لغات تبث عبر منصات الشركاء ووسائل الإعلام المحلية كافة عبر وسم موحد للتواصل الاجتماعي. اختتمت فعاليات ملتقى مجتمع إدارة الطوارئ والأزمات الذي نظمته الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك، واستمر على مدار يوم واحد بمشاركة عدد كبير من المسؤولين والخبراء والمتخصصين. وشهد الملتقى جلسات حوارية وورش عمل تخصصية استعرضت تجارب وطنية وعالمية أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في المجال. تنطلق غدا الدورة 5 لمناهزات اللغة العربية لدول الخليج تحت شعار بالعربية نبدع، وتستمر حتى 21 من فبراير الجاري. ومناهزات اللغة العربية مسابقة دورية في مادة اللغة العربية لطلبة الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج، ينظمها ويشرف عليها المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة. وتسعى المسابقة إلى تعميق الولاء والانتماء للغة العربية باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الهوية الوطنية. ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار في الفجيرة، نظمت بلدية الفجيرة معرض نبتكر لنزدهر 2024 بمشاركة 25 من الجهات الحكومية والخاصة لعرض إبداعاتهم وإنجازاتهم والجانب الابتكاري في عملهم، وتسليط الضوء على كل المبادرات والابتكارات التي بإمكانها أن تدعم القطاع الحكومي ليقدم خدماته بشكل أفضل وبيتميز. يهدف المعرض إلى نشر وتعميم ثقافة وممارسة الابتكار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وعرض الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة، وإتاحة الفرص للتعرف على مختلف التجارب المبتكرة. مشاهدينا، هذه نهاية موجز الاتحاد للأخبار، شكرا على متابعتكم، والآن ننتقل إلى الزميل مكتوم محمد والنشرة الاقتصادية. ندى الرئيسي، شكرا جزيلا. مشاهدينا، أخبار الاقتصاد نتابعها سويا بعد هذه الوقفة القصيرة.
مشاهدينا أهلا بكم في نشرة الاقتصاد التي نستعرض فيها أهم أخبار المال والأعمال والتي تأتيكم من مركز الاتحاد للأخبار، ونبدأها بالعناوين. مناقشات حاسمة في جنيف استعدادا للمؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي. أرباح الشركات الوطنية المدرجة في أسواق المال الإماراتية تلامس ربع تريليون درهم. أرباح ستيلانتس ترتفع 11% خلال 2023 إلى 20 مليار دولار. أهلا بكم. يشهد مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف مباحثات مكثفة ومناقشات حاسمة بين ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وهيئات التفاوض والمجالس واللجان المختلفة للتوصل إلى صياغة مسودات القرارات المتوقع عرضها على الوزراء خلال المؤتمر الوزاري 13 للمنظمة الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي في 26 من الشهر الحالي. وحث الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ورئيس المؤتمر الوزاري 13 لمنظمة التجارة العالمية، حث الدول الأعضاء على ضرورة مواصلة العمل على تضييق الفجوات بينهم وتبني روح التوافق للوصول إلى أرضية مشتركة وضمان أن تلبي مخرجات المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات التطلعات بما يؤدي لاعتماد نظام تجاري عالمي مستدام وشامل. ارتفعت الأرباح الصافية ل 112 شركة وطنية مدرجة في سوقي أبوظبي للأوراق المالية ودبي المالي بأكثر من 19% لتصل إلى نحو 239 مليار درهم خلال عام 2023 مقارنة مع حوالي 200 مليار درهم في 2022. وجاء النمو الكبير في أداء الشركات الوطنية بدعم من مرحلة الانتعاش الذي يشهده الاقتصاد الوطني وينعكس على الأسواق منذ نحو عامين. وأظهرت البيانات أن 70 شركة وطنية مدرجة في سوق العاصمة أبوظبي حققت 158 ملياراً و900 مليون درهم أرباحاً صافية في 2023. وفي سوق دبي المالي تمكنت 42 شركة وطنية مدرجة من تحقيق 79 ملياراً و700 مليون درهم أرباحاً صافية خلال العام الماضي. وقعت شركة أدنوك للتوزيع اتفاقية توريد لمدة 3 سنوات مع شركة صناعة الأسمدة برويس فيرتل التي ستزود أدنوك للتوزيع بمنتج قائم على اليوريا بسعر السوق، وتنتهي هذه الاتفاقية في 31 من يناير عام 2027. وأوضحت الشركة في بيان بأن هذه الاتفاقية ستتيح تزويد عملائها بسائل جديد لعادم الديزل يقلل من انبعاثات أكاسيد النيتروجين المنبعثة من المركبات الثقيلة العاملة بالديزل، وذلك وفقا للمعايير الصادرة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. وأشار البيان بأن اتفاقية التوريد والمنتجات الجديدة تعد جزءا من التزام أدنوك للتوزيع وفيرتيجلوب بالاستدامة لترويج المنتجات منخفضة الانبعاثات. حققت الاتحاد للشحن ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابع لمجموعة الاتحاد للطيران معدلات نمو قوية على أساس سنوي خلال العام الماضي في خدمتي سلسلة التبريد فارما لايف وفريش فورورد الخاصتين بالشركة.
وسجلت الاتحاد للشحن أعلى معدلات نقل للمنتجات الصيدلانية في تاريخها لتحقق زيادة بنسبة 37% في عدد الشحنات مقارنة بعام 2022، وأيضا زيادة بنسبة 10% في شحنات البضائع الطازجة والمنتجات سريعة التلف، ليكون 2023 العام الثالث على التوالي الذي تحقق فيها نموا في كلا نوعي المنتجات على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها السوق. المزيد من الأخبار الاقتصادية تأتيكم بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. الآن استعراض لأداء أسواق المال الإماراتية في جلسة ختام الأسبوع وفي التعاملات الصباحية. مؤشر سوق أبوظبي عند 9395 نقطة. في سوق أبوظبي كانت التداولات عند أكثر من 73 مليون سهم بقيمة تجاوزت 273 مليون درهم حتى هذه اللحظة. بالنسبة للأسهم الأكثر ارتفاعا في سوق أبوظبي، غذاء القابضة ارتفاع بقرابة 5%، الخليج للمشاريع الطبية ارتفاع بنحو 6.5%، الصير للمعدات والتوريدات ارتفاع بأكثر من 1%. الأكثر تداولا بالقيمة في سوق أبوظبي IHC العالمية القابضة على رأس القائمة وتداول أكثر من 93 مليون درهم، ألف ظبي القابضة تداول قرابة 25 مليون درهم، مجموعة ملتي بلاي تداول 17 مليون ونصف المليون درهم. بالنسبة لسوق دبي في التعاملات الصباحية، المؤشر مرتفع والمؤشر عند 4242 نقطة. التداولات في سوق دبي عند 115 مليون سهم بقيمة تجاوزت 90 مليون درهم حتى هذه الأثناء. بالنسبة للأكثر ارتفاعا في سوق دبي، تكافل الإمارات ارتفاع بأكثر من 8%، شعاع كابيتال ارتفاع ب 23%، الإمارات للمرطبات ارتفاع ب 2%. الأكثر تداولا بالقيمة في سوق دبي إعمار العقارية وتداول أكثر من 28 مليون درهم، الاتحاد العقاري تداول أكثر من 17 مليون درهم، تكافل الإمارات تداول 14 مليون درهم حتى هذه اللحظات. وإلى أخبار الشركات العالمية، ونبدأها من أوروبا، حيث ارتفعت مبيعات شركة ASML الهولندية لأشباه الموصلات بأكثر من 30% لتبلغ نحو 30 مليار دولار خلال العام الماضي مقابل 23 مليارا في 2022. وكشفت أعلى شركة تكنولوجية قيمة في أوروبا في تقرير أرباحها السنوي الأخير ارتفاع صافي الربح إلى 8 مليارات و300 مليون دولار في 2023 من 6 مليارات في 2022. وتعد ASML الشركة الوحيدة في العالم التي تصنع آلات الطباعة الحجرية التي تعمل بتقنية الأشعة فوق البنفسجية المتقدمة، والتي تستخدمها شركات مثل TSMC وسامسونج وإنتل لتصنيع الرقائق المتطورة لشركات مثل أبل وإنفيديا. وأوروبيا أيضا، تراجع صافي أرباح شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات بنسبة 11% في 2023 إلى 4 مليارات دولار مقابل 4 مليارات ونصف مليار دولار في 2022. ورغم ذلك سجلت الشركة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 11% إلى 70 مليارا و190 مليون دولار في 2023. كما توقعت الشركة أن تحقق أرباحاً أساسية تتراوح بين 7 مليارات و7 مليارات ونصف مليار دولار في 2024، إذ تستفيد إيرباص من موجة الطلبيات من شركات الطيران في ظل عودة انتعاش الطلب على السفر عقب الوباء. وفي الولايات المتحدة، قررت شركة مايكروسوفت استثمار 3 مليارات و400 مليون دولار في ألمانيا في الفترة الممتدة بين عامي 2024 و2025 مع التركيز على الذكاء الاصطناعي. وقال رئيس الشركة براد سميث، قال إن الشركة ستنفق على إنشاء مراكز البيانات وتدريب الأشخاص على الذكاء الصناعي
في عامي 2024 و2025، ويعد ذلك أكبر استثمار لشركة مايكروسوفت في ألمانيا خلال الأعوام الأربعين الماضية. مشاهدينا، بالنسبة لأسهم مايكروسوفت أو سهم مايكروسوفت وغيرها من شركات التكنولوجيا ذات الثقل الكبير على مؤشرات الأسواق الأمريكية، نلاحظ تباين وتراجع في بعض هذه المؤشرات. مايكروسوفت على تراجع بنحو 17%، أبل على تراجع ب10%، ميتا ارتفاع بأكثر من 2%، بالنسبة لسهم انفيديا متراجع ب1.5 تقريبا، والسهم عند $726.83. بالنسبة أيضا للأسهم الأخرى المدرجة، تباين في هذه الأسهم، ألفابت على تراجع بأكثر من 2%، كوالكوم ارتفاع ب1.3%، أمازون متراجع بأكثر من 0.5%، تسلا على ارتفاع كبير وملحوظ بأكثر من 6%، والسهم عند $200.49. ارتفعت أرباح مجموعة صناعة السيارات ستيلانتس بنسبة 11% خلال 2023 لتسجل $20 مليار مقارنة بعام 2022، وقالت المجموعة المؤلفة من 16 علامة سيارات بينها بيجو وستروين الفرنسيتان وكرايزلر الأمريكية وفيات الإيطالية التي إنما إيراداتها ارتفعت 6% في 2023 إلى $203.3 مليار، وباعت المجموعة 6,400,000 سيارة في العام الماضي مقابل 6 ملايين سيارة في 2022، وتبلغ القيمة السوقية لستيلانتس الآن وبعد 3 أعوام من انطلاقها نحو $80 مليار، وارتفع سهمها 4% عقب إعلان النتائج أمس. تدرس شركة فورد وجنرال موتورز الأمريكيتان الدخول في شراكات لخفض تكاليف تكنولوجيا السيارات الكهربائية في الوقت الذي دخل فيه منافسون صينيون الأسواق الأمريكية والأوروبية، إذ توقعت شركة فورد أن تخسر ما بين 5 مليارات إلى 5.5 مليار دولار من مبيعات سياراتها الكهربائية هذا العام. فقد حذر الرئيس التنفيذي للشركة من أن شركات السيارات معرضة لفقدان ما بين 20% إلى 30% من إيراداتها خلال السنوات القليلة المقبلة إذا لم تتمكن من التنافس بطريقة عادلة ومباشرة مع الصينيين في جميع أنحاء العالم. دعونا مشاهدينا نلقي نظرة سريعا على أسهم شركات السيارات الأمريكية والشركات العالمية المدرجة في وول ستريت. سهم جنرال موتورز مرتفع بأكثر من 1.5%، والسهم عند $39. بالنسبة لسهم شركة ستيلانتس ارتفاع بأكثر من 6.5%، والسهم عند $26. بالنسبة لسهم فورد مرتفع بأكثر من 22%، والسهم عند $12.51. بالنسبة لسهم فيراري أمريكا مرتفع ب1.17%، السهم يقترب من $390. بالنسبة لسهم تويوتا أمريكا مرتفع بأكثر من 0.5%، والسهم عند $228.51. بالنسبة لهوندا فهو مقترب من الارتفاع ب3%، والسهم عند قرابة $35. تباينت أسعار النفط اليوم مع توقعات بتباطؤ الطلب وبيانات ضعيفة لمبيعات التجزئة الأمريكية أنعشت الآمال حيال خفض معدلات الفائدة الأمريكية، وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 11 سنتا إلى $82.75 للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي سنتا واحدا إلى $78.04 للبرميل، ومما يضغط على معنويات السوق تصريحات وكالة الطاقة الدولية بشأن نمو الطلب العالمي على النفط الذي قالت إنه يفقد زخمه مع تقليص توقعاتها للنمو العام الحالي في تناقض حاد لكنه معتاد مع توقعات أوبك.
ومشاهدينا، بالنسبة لأسهم شركات الطاقة التي عادة ما ترتبط بأخبار وأسواق النفط فقد أغلقت على ارتفاعات ملحوظة بالجملة في هذه الأسهم وهذه الشركات. إكسون موبيل ارتفاع بقرابة 3%، أوكسيدنتال بتروليوم ارتفاع بنحو 5% والسهم عند 60 دولارا و12 سنتا. بالنسبة لسهم شيفرون ارتفاع بقرابة 3.5%، السهم عند أكثر من 154 دولارا. كونوكو فيليبس مرتفع ب 1.5%، السهم عند 110 دولارا وسنتين. بالنسبة أيضا للشركات الأخرى المدرجة في السوق الأمريكية، جميع هذه الأسهم على ارتفاعات. سهم شل أمريكا مرتفع ب 1.13%، السهم يقترب من 64 دولارا. سهم بي بي أمريكا مرتفع بقرابة 19%، والسهم مرتفع بأكثر من 35 دولارا. سهم توتال أمريكا مقترب من 65 دولارا وارتفاع بنحو 0.5%. سهم إني أمريكا مرتفع أيضا بقرابة 2%، والسهم عند 31 دولارا و58 سنتا. إذن بهذا مشاهدينا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا لكم ونلتقيكم في نشرة الثالثة، إلى اللقاء.